يعني يا جماعة أنا كنت عايزة أقول لكم إنه تجولنا طبعا في دمنهور، في مطر، وآه في طرق مليانة مطر فعلا ومغطية نص العربيات وكل حاجة، لكن ده مش في كل حتة. يعني إحنا جينا من اسكندرية رحنا دمنهور ورجعنا، اسكندرية كانت حوالي الساعة 2 بالليل. في شوية حاجات بس مش الأوفر اللي بتنزل على الفيسبوك، وإحنا عارفين طبعا مين اللي بيأفوروا الحكاية على الفيسبوك، اللي هم ما بيحبوش مصر، عايزين يدمروا مصر زي اللي حصل برضو من الايام دي. معرفش ايه اللي طلع وائل غنيم وايه اللي طلع عمرو عفيفي، اشمعنى دلوقتي بيتكلموا يعني وانا جايه من اسكندريه كانوا اللي ما يتسموش قاطعين الطريق عادي يعني، فده سبب التاخير. وبعدين